ممكن ممكن جول 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 جول. تراوي 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 انت حرق الاعصاب في مباراة المعاناة والعذاب. تستعد جماهير الوداد الرياضي لكرة القدم بفارغ الصبر لمتابعة المواجهة المرتقبة أمام فريق سيمبا التنزاني في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يأتي هذا اللقاء في ظل حاجة ملحة للوداد إلى تحقيق الانتصار، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد 0 نقطة. تنفس الوداد الرياضي السعداء بفوز ثمين في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا على حساب سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب مراكش الكبير لحساب الجولة الثالثة. نادي الوداد الرياضي رغم سوء الأداء والمستوى الذي يقدمه إفريقيا يفوز